أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا مع فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، وذلك بمناسبة حصول مملكة البحرين على جائزة أفضل مكتب لشؤون الحجاج ضمن 3 دول حصلت على أعلى نسبة رضا من حجاجهم لموسم حج 1444 هجريا ضمن جائزة لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب جلالة الملك المعظم خلال الاتصال عن شكره لرئيس بعثة الحج على هذا الإنجاز وهذا التميز الذي يأتي تقديرا وتتويجا للجهود المثمرة والناجحة لبعثة الحج البحرينية ولجانها وفرق عملها المختصة ورعايتها للحجاج البحرينيين وتقديم كل التسهيلات والإمكانات وتوفير سبل الراحة والسلامة لهم. وأشاد جلالته حفظه الله بالدور المهم الذي تطلع به اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة برئاسة سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تسيير شؤون حجاج بيت الله الحرام من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل الخدمات التي تمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة وراحة وطمأنينة. من جانبه أعرب رئيس بعثة الحج فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لصاحب الجلالة على توجيهات جلالته الكريمة وحرصه حفظه الله على الاطمئنان على راحة حجاج المملكة ومتابعة أحوالهم والتسهيلات المقدمة لهم، مثمنا الدعم المتواصل لجلالته لبعثة الحج للقيام بدورها في خدمة الحجاج البحرينيين.